لأن معنى كلمة أخرى لي فن هو أنا الفنون اللي هو مسرح القوات، وأنا لازلت لا أدري في مسرح القوات إلا لا شيء أمام هاد الأساتذة وهاد الناس اللي كيعملوا في هذا المجال. فأنا كنت في تلك الساعة أتتلمذ على أيديهم وجميع الجمعيات، هناك بعض الأساتذة اللي الآن أنا كنشوف فيهم هما أساتذة توعي، ويعني أقدم الشكر والتقدير والاحترام لهذه الوجوه الطيبة، للناس المحتفى بهم، لجميع الأشخاص الذين وجميع الناس الذين يساهمون في هذا العفن وهذا يعني الجميل اللي كيقدموه للناس هذو، عفانا بمجهوداتهم بما قدموه للحركة المسرحية. وكنا في الأسبوع الفارط تم يعني الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، وكان على مستوى كبير وعلى قدر كبير، وكانت فيه شخصيات ووزارية وسلطات محلية ومنتخبة، وكان من الأفيد أنه تكون حتى مثل هذه الوجوه التي أعطت الكثير في مثل تلك المحافل، لكن ونحن بين أهلنا في دارنا. أظن أنه أكثر شيء يمكن أن نقدمه لهؤلاء الناس هو حبنا لهم بدون أي يعني أي حاجة لعندنا عام بلا مادية، وهو حب لشخصهم فقط، ولا نقدم لهم من شيء سوى الصحة والسلامة والعافية وطولة العمر. ونتمنى أنهم يعني يطوروا لنا الحركة المسرحية كيف ما بدات مع الناس اللي عندهم الشيء الكثير والباع الطويل والايادي يعني الكبيره في هذا المجال. هناك من ذكرهم الاستاذ وهو مشكور على يعني التعريف اللي اعطاه، مشكور على وكنت اتمنى ان يكون اناس اخرين اللي اعطوا شهاده اكثر مني في حق الاستاذ عبد الرحيم وحدد، وكنتمنى انهم يكونوا من بين الحاضرين. اتمنى له الصحه والسلامه والعافيه، اتمنى للجمعيه مزيد من العطاء، مزيد من التواصل، مزيد من تأطير للشباب والطفولة، ومزيد من العمل إن شاء الله. وتحية لجميع الحضور الكريم، تحية يعني للأساتذة الموجودين، تحية